اسكت ثانية دقيقة. ازيك يا معاك عمر ولا او دبليو؟ دي حلقة جديدة من جي تي اي في. اتكلموا بقى. هو قابل اصلا ولا ايه؟ اركب 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 يد اركب يد. ايه ده الخوذة اللي انا لابسها دي؟ نخلع. انا سلام عليكم. يلا يا ابني روح اسرق الكوكايين يا ابني. ما توديني العربية يا عم. عربية ايه؟ احنا رايحين بالموتوسيكل اهو. العربية ايه؟ احنا لا اوف 3 ميل ليه يا عم؟ ايه ده؟ حلو كده يعني 3 ميل. يا نهار اسود. عمر انت عمر ايه؟ بوب بوب يعني ايه؟ منك ايه؟ انا راح اكافح. 3 ميل. هو انا مش ماشي مع الواي بوينت ليه؟ معرفش كده دستور ولا ايه؟ ايه ده يا عم؟ يلا بينا يلا بينا يلا بينا. كنت تقول له يمشي يمين يروح ماشي طوالي ورا. اصل انا بحب المشي الدهري. لا لا بيحب الاختصار. بيحب يخرم. هو بحب اخرم انا كده. انا كده احب الاخرام. بص بقى بص التخريمه دي. اوبا يا سلام. مو هنتقلب دلوقتي والله ملعونه. تعال تعال يا عم. هو الموتوسيكل بتاعك ولا والله انا اللي اسوق؟ تهبلت ولا ايه؟ لا راكب معرفش موتوسيكل غريب كده. تحس فيه يعني عجلاته لازقه في بعضيها. عنده التصاق في الكاوتشين. والله ما عارف 2 مللي. ايه يا ميدو انت طرت قدام؟ ايه ده؟ انت راكب ايه يا ابني؟ راكب الجربوع؟ لا راكب الريبر. الريبر؟ لا الريبر دي اسطوره. هو راكب يا عم. دي وحشه يا عم. مازن راكب ايه؟ انت راكب عربيه 128 ولا انت راكب ايه؟ يخرب بيتك. هي عربيه بتتكح يعني. ولا لا ايه ده؟ ده اسرع مننا يعني. ايه اللي خلاني اجيب الموتوسيكل ده يا عم؟ معرفش ايه ده يا عم. اوف. لا بس انا وصلت يا جدعان. يا عم انت راكب الريبر. احنا راكبين بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لك موتوسيكل عنده التصاق في الكاوتشين. هجيب له كده كومبي يا ابني. مش قادر يرفع هورس حتى. ده مش قادر يكح يا عم. يلا يا ابني حتى وهو خلاص يا عم. اصبر جايين اهو. انا عامل خطر قدام بس معلش. ده بيختصر. يا عم اكسر الطريق. خلينا ماشيين. هنمشي مخالف. انت عبيط. تخلي شورتي واحد. تخلي شورتي من لوس سانتوس يجي يهزقنا. تخلي الناس تخلي الاسوأ اللي ما يسواش يتكلم معانا يا عم. ده اوف. انت لسه قاعد؟ خرب بيتك. اوف. ايه ده؟ ده يا مازن يعني ميدو هو اللي واصل بدري وانت راح تاخد الكوكايين. بيخش في الموضوع على طول. ما بحبش ده. ايه يا عم ده؟ الناس عندها لاج. الناس بتموت وترجع تاني. طب اعمل ايه؟ بقول لك ايه بقول لك ايه ده؟ انا قلبت الشواية. مش كنا عملنا باربيكيو هنا؟ اخوانا اتصرفوا معاهم يا رجاله. يلا يا عم يلا نتصرف معاهم. ايه انت طير طير. اوبا انا هموت دلوقتي. هموت هموت. اه وروب. تعال انت فين؟ انت طرت وتقول لي معايا. تعالى معايا في عربيتي. انت فين؟ تعالى يا عم. تعالى خدني وانا واقف. استنى اخد رشفه من كوب البرتقال. انا مش عارف ايه الحكايه. انت فين يا ابني؟ الله سلام يا جدعان. سيبك بقى فوقك من الميشن دي. البرتقال طعمه تحفه. اه والله. ايه ده؟ هو احنا اللي بقينا في الاخر هيتشقر. يا عم امشي يا عم. احنا معانا ايه ده؟ ايه الديناصور ده؟ انا اول مره اشوف المكان ده. انا جاي في حاجه بلعب. ولا هو الديناصور بتاع صعب اللي اتجرب الطاره. بقول لك احنا المفروض نعمل الكليب ده هنا. استنى اشوف المكان ده. أيوة فين والله. بس انا حفظته. ايوه انا عارف المكان.
غلطانة جئتني. يا عم اصبر بقى، احنا بنعمل الكليب دلوقتي. بس يا عم ميدو اللي مجرد. يلا بقول لك استنى كده استنى. الله والله يا جدعان البرتقال ده طعمه يا نهار ابيض. انت لو مت هتبقى بسبب البرتقال. لا بص الحته دي اقول لك على حاجه، خدت رشفه برتقال بس انما يا نهار ابيض. انت عمال تخبط في الناس، يعني خبطت واحد لسه جاي على سفر وتلاقيه صايم. خرب بيتك انت بتزمر ليه يا عم؟ انت جايبني من العمره. تحس اللي جايبني من العمره عمال بيخمس في الشارع ده، مش بعيد اروح اوصل البتاع دي والاقي في زفه هناك. فرح العمره يا ابني. المفروض انا الزفه عشان انا واخد البتاع. يلا غلطانة جيبني. ده عمال بيخمس بالعربية. يلا ننزل نار. يلا بيضرب نار. يلا انت قفلت عليها العربية ولا مش عارف انزل؟ ايوه يلا استنى يلا ايه ده؟ غلطانة جيبني. استنى يا جدعان كله الكل. شاهد الكلمة. الراجل ده مكسوف يطلع ولا ايه؟ شاهد الكليب. شاهد. يا نهار ابيض. اوكي يا جماعه، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لو عجبك الفيديو تفقع اللايك والاشتراك بتاعك لو انت جديد طبعا. بس يا ابني بيس. ايه العالم دي؟ اوف.